المرأة المصرية أثرها واضحة للجميع في مزارعنا ومصانعنا وشركاتنا ومشروعاتنا، وكمان ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، شريكة للرجل اللي هو في الأصل أعظم استثمارتها وهديتها للحياة. كسبناها ازاي؟ بالوقت طبعا. بالوقت. بالوقت. استفدتي من مبادرة البنك المركزي في مصانع سيري برازرز ولا لا؟ في الفترة اللي فاتت استفدنا منها. تكلفة الخامات عندنا هنا في مصر، سواء اذا كانت تكلفة الاستيراد او تكلفة الخامات المحلية، كبيرة مش قليلة. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان، اللي بيقدم لحضراتكم خلال شهر رمضان المبارك قصص كفاح ونجاح سيدات من مصر. بطله حكايتنا النهارده هي الدكتوره ايريني ميشيل صادق، نائب رئيس مجلس اداره مجموعه سيري برازرز للاضاءه وايضا العضو المنتدب. هي تشغل هذا المنصب عن جداره واستحقاق، لانها تخرجت في كليه الهندسه قسم كيمياء، وبعدها اشتغلت في ورشة الدهان الإلكتروستاتيك داخل المصنع، بعدها اتحركت للحصول على دراسات في الإدارة، حتى الدكتوراه بتاعتها خدتها في الإدارة، من هنا بقت مؤهلة لهذا المنصب نائب رئيس مجلس إدارة سيري برازرز وأيضا العضو المنتدب، وأضافت كتير جدا لهذه الصناعة. خليكم معنا. الدكتورة إيريني ميشيل صادق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مصانع سيري برازرز للإضاءة الحديثة ولوحات الكهرباء والعضو المنتدب للمجموعة، هي كريمة رجل الصناعة العملاق ميشيل صادق، مؤسس مجموعة سيري برازرز للإضاءة من الصفر، يعني من ورشة لمصنع صغير لمجمع صناعي عملاق. بجد عليه رحمة الله كان سابع عصره، وكان دايما يمتلك أحدث خطوط الإنتاج ويرفع نسبة المكون المحلي بالصناعات المغذية، يعني كل قطعة بيستوردها لوحدات الإضاءة كان بيفكر هو ورجالته إزاي يصنعوها في مصر. عشان كده عندهم وحدات إضاءة نسبة المكون المحلي فيها تجاوز نسبة 80% وعدد لا نهائي من الإسطمبات. الدكتورة إيريني ميشيل صادق بطلة حكايتنا النهاردة حصلت على بكالوريوس الهندسة الكيميائية، وطبعاً كانت طول الوقت في مصنع سيري برازرز، وانضمت لقسم ومعمل الطلاء الإلكتروستاتيك لغاية ما تخرجت سنة 2000، بعدها اتجهت لدراسة الإدارة وحصلت على دبلوم الإدارة في الجامعة الأمريكية، واتجهت لفرنسا للحصول على الدكتوراه في الإدارة من جامعة EBIS، وهنا بقت مؤهلة فعلاً للمشاركة بقوة في قيادة مجموعة سيري برازرز للإضاءة. وبالمناسبة الدكتورة إيريني ميشيل صادق كانت بتشتغل وتدرس وترعى بناتها الأمارات يوأنا وبربتوا، وكمان تساند زوجها المهندس المحترم سامح زكري، عملاق صناعة الأساس المكتبي ومؤسس مصانع أرتستيكو في العاشر من رمضان، يعني كائن خارق للطبيعة. وبالمناسبة يوأنا النهاردة ما شاء الله في رابع عمارة بالجامعة الألمانية، وبربتوا في أولى صيدلة. وكمان نجحت الدكتورة إيريني ميشيل في قيادة المصنع لإنتاج 370 ألف وحدة إضاءة سنوياً، سواء داخلية أو خارجية للشوارع واللاندسكيب لمختلف المشروعات العقارية والسياحية والإدارية والتجارية وكمان الصناعية. و
وبالمناسبة في مجموعة سري برازرز هم مميزين جدا في تصنيع أعمدة الإنارة والأعمدة الصغيرة البولارد والأبلايت والحربات الخاصة بإنارة الزرع وإضاءات الشوارع والكشافات واللوحات الكهربائية وغيرها كتير جدا من المنتجات. وكمان أسسوا شركة أركيلايت لتوفير جميع احتياجات المشروعات الكبرى اللي مش بيصنعوها في المجموعة، وخصوصا إضاءات مواقع العمل الخطرة زي البترول ومحطات الكهرباء ومصانع الحديد والصلب وغيرها. تعالوا نقابلها. صناعة تقيلة جدا. النهاردة لفيت مع حضرتك في المصنع، أنا مش قادر أتخيل كيف يمكن لسيدة أن تقود مثل هذه الصناعة. لا وكمان دخلت بها أسواق العالم، صح ولا لا؟ تمام. عايز أبدأ بقى من البداية. البداية علمنا إيه من عم ميشيل صادق الراجل العظيم رجل الصناعة؟ إزاي حببنا في صناعة الإضاءة؟ إزاي حضرتك دخلتي وطورتي ودخلتي أسواق العالم؟ حكاية بدايتها من أكتر من 40 سنة لما كان المهندس ميشيل وإخواته ابتدى تصنيع في مصنع صغير، ابتدى تصنيع سخانات، بعد كده ابتدى يطور في منتجات تاني، فلقى ان سوق الاضاءه سوق مفهوش ناس كتيره موجوده، ابتدى يعمل لمبه مكتب، ولمبه المكتب دي كان ليها يعني تاريخ طبعا ازاي. هو من نجاح حمادي من هنا، فكان بيعاني في فتره الدراسه بتاعته من المذاكره على الاضواء الشموع والاضاءه الضعيفه والكلام ده، اللمبه الجاز، فبالتالي ابتدى يعني ابتدى الموضوع ده مأثر فيه كده. اول حاجه اخترعها اول حاجه ابتدى في الاضاءه دي بس في المكتب. ابتدى وابتدى يتوسع ويدخل منتجات جديده، فلان المكان ده صغير مش هيساع ان هو يكبر فيه الطموحات بتاعته ان هو يعمل صناعه حقيقيه. ففي سنه 86 اشترى ارض في العاشر من رمضان على مساحه 6000 متر مربع، وابتدى المصنع سنه 1990 3 براذرز. وهنا بقى القصه بقى ليه تسمى 3 براذرز. انا بسال السؤال ده كتير، ليه 3 براذرز؟ عشان مهندس ميشيل، مهندس البير، مهندس ماهر هم اللي اسسوا الشركه. ثلاث اخوات فتسموا 3 براذرز. انت ازاي حضرتك قدرت تكتسبي كل المهارات اللي انا سمعتها النهارده؟ ازاي ما فيش مكنه مش عارفه دي بتعمل ايه؟ ازاي ما فيش خامه مش فاهمه احنا بنشتغل عليها ازاي؟ وحضرتك كيميائيه في الاصل صح كده؟ تمام. وحصل على دكتوراه في الاداره. تمام. من فرنسا. طيب تمام، المهارات دي اكتسبناها ازاي؟ بالوقت طبعا. بالوقت. بالوقت بالوقت والمسؤوليه، يعني في كل جزء انت بتدخل فيه او في كل اداره انت بتدخل فيها لازم تحتك بيها، فدي كلها حاجات اكتسبتها خلال الوقت وفادتني اكتر، او انا اتعلمت فيها اكتر لما ابتديت اركز في ان احنا نفتح اسواق خارجيه. ازاي اعمل كل سوق ليه المتطلبات بتاعته. اللحظه اللي حضرتك قررتي فيها ان انت تنضمي الى منظومه 3 براذرز، او اللحظه اللي المهندس ميشيل صادق اختار فيها حضرتك عشان تتولي او تبداي العمل في المصنع، كانت ازاي؟ وازاي اقنعك ان انت تيجي تشتغلي في مجال مخالف تماما لمجالك؟ عايز افهم النقطه دي. اثناء الدراسه كنا بننزل تدريبات في مصانع مختلفه، ففكره ان انا او اثناء الكليه دي ان انا نازله وموجوده في مصنع، ونزلت عندنا في المصنع تدريب اكتر من سنتين تقريبا في المصنع بتاعنا 3 براذرز، وبعد كده في مصانع تاني مختلفه بقى. كان في كنت بتتعاملي كبنت المهندس ميشيل صادق ولا الطالبه اللي جايه تتدرب فلازم تمر على كل مراحل الصناعه؟ الطالبه اللي لازم تتدرب في كل الاقسام علشان تبقى فاهمه. واضح من خبرتك انت لفيت على كل المراحل بصراحه. علشان تبقى فاهمه في كل البروسيس بتاعت الانتاج الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. بلس بقيت الديبارتمنتس الاداريه يعني برضو، يعني كنت مسؤوله عن كل الديبارتمنتات معينه، والاداره والتصدير والعلاقات الدوليه، صح؟ في حاجه ثانيه التسويق انتم الخارقون بتعملوا ده ازاي؟ تسويق، تصدير، السبورت فانكشن اللي هي الادارات المسانده زي الماليه والاتش ار والاي تي، ودي الادارات، وبعض يعني البروسيس في الانتاج بيبقى لي انبوت فيها. يعني بتلاقي وقت ازاي؟ بتقدري تغطي كل المناصب دي ازاي؟ عايز اعرف. بيبقى في اولويات، يعني انا النهارده عايزه اركز على الموضوع 1 و2 و3، دول اللي انا عايزه الاسبوع ده ان انا اخلصهم. جزء كبير بصراحه يعني من الوقت للجزء بتاع التصدير. هي دي الاضافه الكبرى اللي حضرتك قدمتيها لشركه 3 براذرز، انك دخلت بيهم اسواق اخرى، صح كده؟ بالظبط. واحنا كنا ك 3 براذرز كنا يعني مركزين بشكل كبير بالسوق المحلي لغايه 2016 كده تقريبا او 2017، ابتدينا يبقى لينا تواجد في المعارض الدوليه، ومن خلال المعارض الدوليه بقى ابتدينا نفتح في اسواق مختلفه تاني. ابتدينا في سوق الكويت، السعوديه،
الأردن، ده كان سوق قديم معانا، وابتدى يبقى ليه توجه بقى من 20 و21 من التواجد في السوق الأفريقي. نقدر ننافس في أوروبا؟ نقدر ننافس في أوروبا، بس الموضوع محتاج استراتيجية مختلفة. هم أبو صناعة الإضاءة طبعا. طبعا مانيا فرنسا دول نازل بتوع الإضاءة، عمالقة عمالقة الإضاءة. ننافسهم إزاي؟ صدقني عندنا ميزة تانية، سعرنا أقل، سعرنا كتكلفة تشغيل أقل، وك ريسورسز موجودة عندنا أكتر. النقطة التانية اللي احنا المنتج بتاعنا زي ما قلت من الميزة اللي في 3 Brothers هي جودة المنتج، فدي تأهلك ان انت تقدر تدخل السوق وتدخله بأريحية، حتى لو المواصفة نفسها محتاجة تعديل، لا احنا عندنا القدرة ان احنا نعمل التعديلات دي على سيستم الجودة اللي موجود. ايه الفرص بتاعتنا في السوق الأفريقي؟ انا عايز افهم، وهل هنروح هناك كمصنعين ولا مصدرين مجرد بنصدر منتج، ولا ممكن هناك نعمل حاجة يعني نعبي عندهم نقفل عندهم المنتج بتاعنا؟ ما احنا لازم نديله حتة برضو. اي دولة انت بتروحها بيقولك انا محتاج مش حد يجي يبيع لي، انا عايز حد يجي يعلمني ويطور معايا. انا شايفة الفرصة اللي موجودة في افريقيا ان يبقى في يعني اساسيات لمصانع بتشتغل في مجالات معينة، يبتدي تتطور معاها الشغل بين انت بتنقل لها الخبرة بتاعتك في المنتجات اللي موجودة وازاي نقدر نجمعها، وايه التولز الصغيرة اللي احنا نقدر نجمع بيها واللي مطلوبة منه هناك، نقدر نختبر المنتج ازاي، وبالتالي لما يجي هو يشتغل هيبقى بقى فيه زي مكون محلي موجود ليه، بقى هو ليه انبوت، فبالتالي بقى صناعة محلية، فيبتدي يبقى بوزيشن بتاعه مختلف، انا مش بستورد لا انا بصنع. استفدتي من مبادرة البنك المركزي في مصانع 3 Brothers ولا لا؟ في الفترة اللي فاتت استفدنا منها. عملنا ايه؟ هل توسعنا في خطوط؟ هل توسعنا في المجمع الصناعي بتاعنا؟ عايز اعرف. توسعنا في مكان، شراء مكان. مكان. التحديات اللي تواجهنا النهارده عشان نكمل. لازم يبقى بنتكلم في قصة تكلفة التمويل تبقى معقولة. الاوفر هيد اللي موجودة على المنتج تبقى تكلفتها معقولة. خلال الفترة اللي فاتت القرارات اللي اتخذت وفي زيادة في تكلفة التمويل بنسبة 6%. تكلفة عالية جدا، المبادرة بتخفف من وطأة تكلفة التمويل دي، فيا ريت ان يبقى في استمرارية ليها وبنفس القيمة بتاعتها يعني الفترة لغاية لما نعدي الأزمة اللي احنا فيها. بس كون حضرتك عندك مركز تصميم والشباب بيصمموا، مش ده ممكن يديكي فرصة انك تدخلي السوق بأي سعر انت عايزاه، لان ده تصميمك انت اللي عايزه، هو بينقي حتى او منتج يونيك قوي او فريد من نوعه في العالم، صح ولا لا؟ صح، بس يعني في الجزء بتاع التصدير انت دلوقتي انت بتتنافس مع كل العالم، انت بتتنافس، انت منتجك، احنا بندخل في مشاريع، فالمشروع بيبقى فيه مواصفات معينه احنا بنطبق عليها المنتجات. انت ممكن هتلاقي اكس وواي وزد كبراندات موجوده، لكن الاسعار ممكن يبقى فيها اختلافات، فبتبتدي انت بتعمل اكس وواي زد. وحوش في العالم طبعا، ممكن تبقى وحوش، ووحوش ممكن في الكميات كمان، مش شرط ان هو يبقى وحش في التصميم بتاعه لا او المنتج بتاعه يبقى هاي كواليتي، لا انت ممكن يبقى مشكله في عنده في الاسعار، بينتج بكميه ناس برودكشن كبيره جدا، فتكلفه الانتاج عنده قليله، فبالتالي انت سعرك هيبقى مش منافس قوي قدامه. تكلفه الخامات عندنا هنا في مصر سواء اذا كانت تكلفه الاستيراد او تكلفه الخامات المحليه كبيره مش قليله.